سي عبد العلي، عبد العلي السور، اطلقت واحد المبادره احياء مواطنه مع مجموعه من الشركاء ديالكم. هذا تبين هذيك سياسه على القرب اللي يعني انطلقت منذ في المغرب منذ سنوات، ولكن ما نزلتش على ارض الواقع بشكل كبير. علاش في رايك؟ ويعني يعطينا واحد النبذه على احياء المواطنه اللي طلقتوا دابا. اذا احياء المواطنه كنقصدوا بها احنا احياء الحق والواجب، كنقصدوا بها احياء كتلتقى فيها المسؤوليه العموميه مع المشاركه المجتمعيه، كتلتقى فيها الواجبات ديال المؤسسات العموميه مع الحقوق ديال المواطنات والمواطنين، ولكن مع اللي كيأثرها هو المسؤوليه العموميه والمشاركه المجتمعيه والمسؤوليه ديال المجتمع كذلك على الحي ديالو. المسؤوليه هو ديال الدوله، ديال القطاعات الحكوميه. كما قلتي صحيح انه المغرب في 20 سنه الاخيره دار مجهود كبير، وهذا المجهود نصب اساسا لتنميه الادماج في الاحياء وتنميه المواطنه في الاحياء، ودارت مبادرات كثيره من قبيل المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، واحد العدد ديال البرامج ديال استهداف الفئات، واحد العدد ديال المراكز، ولكن للاسف الشديد ان الاثر ديالها بشهاده الجميع وحتى في التقارير الرسميه كان محدود على مستوى اولا تمكين المرافق والمؤسسات العموميه والفضاءات الشبابيه على الادماج ديال الشباب وعلى التنشئه الاجتماعيه ديالو وعلى التاهيل ديالو، وان الهدر كثير الناس اللي كيغادروا المدرسه وكيغادروا المسارات المنظمه ديال الادماج وديال التنشئه هما كثار. علاش في راينا حنا؟ اولا لان هذيك المجهودات ما كانتش في اطار برامج عموميه مندمجه ترابيه خاصه بكل حي ومتكامله، كانت في اغلبيتها برامج متفرقه، مبادرات متفرقه ركزات في الغالب، وهذا في راينا تقصير ثاني على اللي على ضحايا عدم الادماج، اي ما كتدخل عند الشباب حتى كيكونوا خرجوا من المسارات ديال الادماج. وباش يرجعوا للمسارات ديال الادماج هذا كتاثر فيه الوضعيه ديالتهم اللي هما فيها، وكتاثر فيه طبيعه المبادره، لان المبادره في العموم هي اسعافيه وهي ديال المساعده، وعاود كيأثر فيه ان المرافق الفضاءات والمؤسسات والبرامج ديال الادماج ضعيفه، يا اما في الموارد ديالها، يا اما في المرافق ديالها، يا اما في الفضاءات ديالها، يا اما في الاختصاصات ديالها، يا اما في الاستقلاليه ديال ديك المؤسسات والمبادره اللي يقدروا ياخذوا دوك المسؤولين ديال المؤسسه، وان كانت مدرسه او دار الشباب او مركز ثقافي او ملعب. فاذا مساله اخرى عاود غابت في رايي انا، وهذا البرنامج كيحاول ينبه لها، هو ملي ما كيمكنش لنا نقويو الادماج وحنا كنستهدفوا فقط الناس اللي خرجوا من الادماج. لانه اول حاجه خصنا نبداو بها هو نعبئوا الناس اللي نجحوا، نجحنا ندمجوهم ونجحوا يندمجوا، لان اولا التعبئه ديالهم كتاكد بان اللي واقع هو حادثه سير، هو مجرد ثغرات واخطاء ونواقص، ماشي قضاء وقدر. ان ليس من قضاء وقدر الاحياء، والاحياء ماشي ميكانيين غتفرز لنا يعني الشباب المهمش والمقصي واللي ضحيه، ممكن يكون ضحيه ديال العنف والتطرف، لا. الا دخلنا في المنبع في الاصل منذ بدايه المسلسلات ودعمناها نقدروا. هذا نموذج قدموا على دوك الشباب اللي هما في وضعيه اقصاء وتهميش، باش ناكدوا لهم بانهم راه ممكن ينجحوا، وبانه سيناريو اخر كان ممكنا، مسار اخر كان ممكن تاخذوا حياتهم. الدليل هما شباب وشابات ابناء وبنات الحي ديالهم، ونجحوا في الدراسه ديالهم او مهنيا او اسريا او اجتماعيا. كمل هذه الفكره. المساله الثانيه، هاد الشباب عاود اللي نجحوا خصنا نرجعوا لهم التملك ديال الانتماء ديالهم والالتزام بالحي، هما مسؤولين على الحي ديالهم، خصهم يبقاو حاضرين، لان الاغلبيه ديال الشباب اللي ناجحين يعني واللي دمجوا وقطعوا المسارات ديال التنشئه والتاهيل والادماج، وصلوا لانهم كيشتغلوا او طلبه، فقط كيجيو للدرب كينعسوا فيه، هو فقط دورتوار، وفي حين ان الحي محتاج لهم، محتاج لهم باش يكونوا هما القدوه، خصهم يكونوا هما الرياده، هما القدوه، ومحتاج انهم يدعموا اليافعين والاطفال اللي في مرحله الادماج ويساعدوهم على حسب الجهد ديالهم والاستطاعه ديالهم، ويكونوا بجلب هذوك الشباب اللي خرجوا اللي يعني قصيناهم من مسارات ديال الادماج والتنشئه الاجتماعيه، باش يعاونوهم يرجعوا لهاد المسارات. بطبيعه الحال المسؤوليه راه مسؤوليه ديال الدوله ومسؤوليه ديال السلطه العموميه والمرافق العموميه، ولكن خصنا كاملين نتعاونوا. كان واحد سنوات الثمانينات ولا السبعينات من القرن العشرين كانت الانتماء الى الحي، وكان يعني الانتماء للحي تشكو واحد المفخره لديك الناس اللي ساكنين. دابا ولات واحد العكس، يعني الانسان تيقى اي فرصه باش يغادر هذاك الحي اللي تهضر، انت الحي المهمش. صحيح. الملاحظ بانه في السنوات يعني في العقدين الاخيرين، وهذه المفارقه بقدر ما انه تنامى الحديث والخطاب ديال الدوله على الحي، وتنامى التدخلات وبرامج في الحي، بقدر ما انه الحي اللي ولا كيجلس فيه ومعمره هما الشبان اللي ما نجحناش
نحافظوا على حقهم ووجودهم في المسارات ديال الادماج وديال التنشئه التربويه والتعليميه والثقافيه والمهنيه والاجتماعيه والاقتصاديه. ولاو الشباب اللي ناجحين هما خارج الحي، وعمليا هاد الشباب اللي هما كيعيشوا صعوبات واللي هما ما مدمجينش بحكم ضعف المسارات ديال الادماج، ولاو هما اللي كيصوبوا الراي العام ديال الحي، وهما اللي كيصوبوا ثقافه الحي، وهما القدوه في الحي. وبالتالي يعني في احسن الحالات ولاو غينتجوا الياس، ماشي حيت باغي، لان الوضعيه ديالهم ما كتسم. وملي جينا نديروا لهم واحد الاستهداف مباشر واختزل الحاجه ديالهم فقط في التشغيل. التشغيل مهم ومهم جدا، ولكن ما يمكنش لنا بدليل انه الان مئات البرامج ديال التشغيل ما نجحتش تقوي مسارات ديال الادماج، ففي التشغيل بوحده غير كافي للادماج، لان الحاجه ديال هذا الشاب صحيح ان اساسا واولا هي التشغيل، ولكن ماشي فقط التشغيل، هو خصو واحد البيئه حاضنه نفسيه وذهنيه واجتماعيه وتربويه وثقافيه. فهذا هو اللي كيفسر هذه المساله هذه، وهذا البرنامج كينبه لهذه المساله هذه، كينبه بانه اولا المسارات تنميه الادماج خاص تبدا بتقويه المدخلات ديال الادماج، ومن بعد الادماج ومؤسسات الادماج اللي هي المرفق والخدمه العموميه، وتقويه التعاون والالتقائيه بين مختلف المتدخلين سواء كانت عماله او منتخبين او مندوبيات وزاريه والمدبرين للمرافق العموميه، خاص يكون تحالف ديال مرافق الشباب. هذا هو اللي كندعيو ليه احنا، حتى يعني السلوغون ديال البرنامج ديالنا الشعار ديالو هو تحالف مؤسسات ومرافق وجمعيات الشباب من اجل التنميه ديال الادماج ديال الشباب. اذا هذه المؤسسات خصها تكامل الادوار ديالها وخصها انها تفعل، ثم خصنا نعبئوا المسؤوليه المجتمعيه ونعبئوا الفاعلين المجتمعيين انهم ينخرطوا في الاحياء حسب الاهتمامات ديالهم والاختصاصات ديالهم، فنيه، ثقافيه، رياديه، مهنيه، قانونيه، تشريعيه، اعلاميه، الكل خصو يساهم حسب الاستطاعه ديالو حسب الجهد ديالو في الحي. هذه المساله للاسف الشديد العناصر ديالها كاينه اليوم، كاين واحد التراكم، كاين واحد راس مال اجتماعي، كاينه خبره، واحد عدد الجمعيات تشتغلوا في الاحياء، واحد عدد ديال المرافق العموميه تفاعلات مع المجتمع، ولكن هادشي باقي ما ولاش هيكل ومؤسس، ويطلق برامج مهيكله ومؤسسه ديال الادماج، وهذه المساله ولات اساسيه جدا. والا الان اليوم كتضيع حتى البرامج ديال الدوله، حتى الجهود ديال الدوله كتضيع، لانه كدار معزوله، كتستهدف الناس، مركزه على جانب محيان، ما كتتعاملش مع الشاب ككائن نسقي عنده حاجيات متعدده. التشغيل فقط هو المحور ديالها، ولكن ماشي هو الوحيد. فاذا كيفاش نتكاملوا في التدخلات وفي سميتو باش اننا نرفعوا من المنسوب ديال الادماج في الاحياء، مع العلم اننا احنا واعيين بان اللي غيرفع من منسوب الادماج في الاحياء والمواطنه في الاحياء هو النهوض بالنموذج التنموي المغربي وبالمنظومه الوطنيه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه اللي احنا راه كنحاولوا نصلحوها، ولكن في انتظار ان المنظومه الوطنيه تستكمل المقومه ديالها باش تولي منظومه ديال الحقوق ودوله القانون والحق ودوله العداله الاجتماعيه، خصنا على الاقل في التدخلات ديالنا نركزوها حول هذه الالتقائيه، هذه المشاركه وهذه التعبئه ديال الجميع والمشاركه ديال الجميع في النهوض بالمسارات ديال الادماج والتنشئه والتاهيل ديال الشباب والحمايه ديالته من الاقصاء والتهميش ومن التطرف والعنف.